غدا الريال رح يدعس وبرشلونة دعس وكأس الملك ما رح يحملها إلا الحكومة كريم بنزيما. مثل ما شفتوا قلت لكم امبارح الريال رح يدعس وبرشلونة دعس وأنا بعدني عن كلمتي ورجعولي بعد الكاسيك. بس بما إنه الفيديو كان شوي ساخر فهلأ وقت المنطق إنه بتعرفوا محتوي مرة ساخر ومرة منطقي على الهدف. إيش أنا هالقد واثق من حالي؟ أولاً لأنه هذا الفريق اسمه ريال مدريد، ثانياً برشلونة عنده حالياً غيابات والبرشلونة اللي عم يتحجج بالغيابات. الريال عم يلعب من أول موسم بدون ظهير أيسر، عندك بالدي اسم الله وعندك جوردي ألبا وعندك ألونسو، إذا ألبا انصاب بيلعب ألونسو، إذا ألونسو انصاب بيلعب بالدي، فأنت مركز الظهير الأيسر عندك مليء بالنجوم، بينما الريال ماندي مصاب من أول موسم، ألابا بيرجعوا بينصاب بيرجعوا بينصاب لدرجة إنه ناتشو صار يلعب ظهير أيسر وهو مش مركزه. شكرا خي ناتشو على الفدائية اللي عندك هي. وصلت الأمور مع كارلو أنشيلوتي ينزل كامافينجا ظهير أيسر، تخيلوا لو كان لاعب عمره 20 سنة وما عنده كثير خبرة بعالم كرة القدم، عم يلعب بمركز مش بمركزه، مركز دفاعي مع إنه هو أصلا وسط وعنده قدرات هجومية خرافية. أنا بنظري الكفة متوازنة جدا بين ريال وبرشلونة حاليا، فإذا خسروا برشلونة ما تحكوا شيء هيك ولا هيك، لأنه أنتوا ربحتوا علينا ثلاثة كلاسيكيات وبنفس الأسماء وعندكم الإصابات، فبلا حجج إذا خسروا. ثالثا وأخيرا إنه الريال على الأغلب إذا خسروا اليوم ما أتأهلوا عن هيك كأس الملك رح يطلعوا بموسم صفر، ولكن عندي إحساس إنه لعيبة الريال رح يكون عندهم ردة فعل، ما تسألوني لا، لعيبة ريال مدريد، لعيبة اللي عملوا الإعجاز ذاك الموسم، عندي أمل فيهم وعندي ثقة فيهم 100%، ورجعوا لي بعد الكلاسيكو وقلت لكم برشلونة رح يندعسوا.